الخير وصباح السعادة وصباح البهجة على أحلى وأجمل ستات بيشوفونا في الدنيا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الهوانم. حلقتنا النهاردة يعني أنا دخلت فيها في الموضوع على طول، يعني هقول لكم باختصار موضوعها كله عن الجمال، شعر، بشرة، في نفس الوقت كلها حاجات يعني طبيعية وتأثيرها هيكون فعال وحلو جدا. يمكن النهاردة معانا منتجات هنتكلم عنها أكتر، بس أنا مش عايزة أحرق لكم الموضوع إلا لما أرحب الأول بزميلتي هاجر. صباح الخير يا هاجر. عليك صباح الخير عليك يا نور وعلى كل متابعين سحر الهوانم. عايزة أقول لكم زي ما نور قالت إن حلقتنا النهاردة بتتكلم عن التجميل، وبالخصوص عن براند مشهور عامل ضجة على الفيسبوك الأيام دي، اسمه سموث لاين. مش هتكلم عنه كتير، أنا هخلي صاحب البراند هو اللي يتكلم عنه. اهلا بك يا دكتور، دكتور احمد الزيني صاحب براند سموث لايف. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه هاجر، استاذه نوريان. اهلا بحضرتك يا استاذه هدى الشهيره، طبعا بحياه دودو محترمه الفيسبوك. اول حاجه انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الكرم وعلى الفضل ربنا سبحانه وتعالى انعم بيه علينا. يعني الحمد لله الواحد ما كانش يتخيل ان في خلال اقل من سنه ونص اللي احنا نوصل للمرحله العاليه دي من النجاح. حابب برضو قبل ما انسى لازم اشكر زوجتي الغاليه طبعا، لانها طبعا كانت اكتر داعم ليا خلال الفتره دي، انا بشكرها جدا من خلال البرنامج والحلقه. الحمد لله احنا كنا ماشيين باستراتيجي كده معينه اعتقد هي اللي فرقت معانا من ساعه ما بدانا، وهي باختصار وي ميك سولوشنز تو هيلب بيبل نوت سيل برودكت. يعني احنا بنساعد الناس في حل مشكله مش بنبيع منتج. واعتقد يعني اعتقد ده هو اللي فرق معانا استاذه نورهان من ساعه ما نزلنا السوق المصري، هي فكره ان المصداقيه، الثقه، ان الناس بتشوفنا بطريقه مختلفه، فكره خدمه ما بعد البيع اللي احنا دايما متابعين، سواء الفريق الطبي، سواء خدمه العملاء، سواء حتى الناس اللي في الفيلد نفسهم الميديكال ريب والكلام ده كله مع الصيدليات. الحمد لله احنا بنشتغل باستراتيجيه مختلفه شويه، فدي هي ممكن اللي ساعدتنا الحمد لله. اكيد طبعا اللي هيفرق او هيميز، لان طبعا المنتجات دلوقتي بقت كتيره جدا. الحمد لله جداً. الحمد لله فكره الخدمه نفسها اللي احنا بنقدمها دي رقم واحد. تاني حاجه فكره الجوده بتاع المنتج نفسه، الجوده بتاع المنتج نفسه الحمد لله مختلفه جدا مقارنة بمنتجات كتير موجودة في السوق، وده الحمد لله احنا بنشوفه دايما من اراء الناس. وحضراتكم طبعا لو متابعين كده البيج بتاعتنا او متابعين حتى الجروب بتاعنا هتشوفوا الناس ازاي بتتكلم عننا، سواء على الجروب بتاعنا او الجروبات عموما بتاع البنات. الحمد لله المنتجات بتاعتنا الفيدباك عنها كويسة جدا، الناس دايما بتتكلم بشكل ايجابي، حتى لو في كومنت ولا حاجه بنحاول برضو ان احنا نشوف ايه سبب المشكله، ايه السبب مثلا ان المنتج مثلا ما ظبطش مثلا معاكي. بنشوف مثلا طريقه الاستخدام كانت عامله ازاي، بنشوف انت كنت بتستخدمي ازاي. فالحمد لله احنا بنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له خلال الفتره دي الحمد لله. من اكتر الصفحات اللي سموث لاين عامل عليها ضجه هي صفحه بلوجر مشهوره اسمها حياه دودو، وهي اللي هي معانا النهارده، جبناها معانا النهارده عشان تتكلم اكتر عن سموث لاين وعن قصتها مع سموث لاين. اهلا بيكي حبيبتي. عامله ايه؟ منورانا. اخبارك ايه؟ تمام. احكي لنا بقى قصتك مع سموث لاين. هو الحقيقه انا بس عايزه اعرف، يعني عايزه اقول الاول تجربتي او ازاي عرفت دكتور احمد. انا كنت بدور على بنوتي، طبعا انتوا عارفين اي ام بتهتم ان هي لازم عايزه تدور على منتج يكون طبي يجيب نتيجه كويسه مع بنتها. فانا كنت بقالي فتره بدور على منتج يكون كويس وكمان يكون طبي على الفيس كتير، يعني دورت كتير قوي على منتج يكون كويس وفي فعلا يكون مصداقية. فظهر قدامي بالصدفه بوست ريفيو لدكتور احمد. وعايزه اقول لحضرتك ان البوست ده يعني والله ظهر لي فعلا بالصدفه، انا يعني دورتش كتير، هو فعلا ظهر لي وكان من احلى الريفيوهات اللي ممكن اكون شفتها. ولما دخلت على الجروب كمان وبدات ان انا اتابع واشوف اراء الناس، اشوف الناس فعلا اللي جربت المنتجات، لقيت ما شاء الله يعني ايجابيه كتير جدا وناس كتير جدا فرقت معاها، ناس كتير قوي بتتكلم على المنتجات، فقلت اجيب المنتجات واجربها. فلما جربتها لقيت فعلا هي فرقت مع ليان بنتي في خلال شهرين، فطلعت وعملت فيديو اتكلمت عنها ازاي بنستخدم المنتجات وشكرت طبعا المنتجات سموث لاين. لقيت الصفحه بتاعت الدكتور احمد بيتواصلوا معايا وبيشكروني جدا على الريفيو، ودي كانت اول حاجه بدايتي طبعا مع دكتور احمد. هو ده بقى ان يبقى في كونتاكت على طول ما بين العميل، يعني انت عادي انت شاريه المنتج عادي زي اي عميل خالص، طالبه عادي بدات ان انت تلاقي فيه بقى اهتمام وفي متابعه معاكي. هنرجع بقى لدكتور احمد نتكلم على المنتجات. احنا عايزينك تكلمنا يا دكتور على المنتجات، هيبقى معانا صور. ايه هي المنتجات اللي منزلاها سموث لاين؟ طيب احنا فعليا معانا حاليا متوفر في الصيدليات 7 منتجات حاليا.
بنبدأ طبعا بكريم التفتيح والنضارة وعلاج التصبغات. عندنا كريم علاج الهالات والانتفاخات والتجاعيد حول العين. معانا برضو واقي الشمس بتاعنا من سموث لاين ديت اللي متوفر حاليا من منتجات البشره او مجموعه البشره. معانا برضو مجموعه الشعر لوشن سموث لاين لعلاج تساقط الشعر والانبات والاطاله والكثافه وملء الفراغات، بيبقى عباره عن سبراي. معانا ليف ام بلسم من سموث لاين لعلاج جفاف الشعر والهيشان وفك التشابك وتنعيمه. ومعانا شامبو الكافيين لعلاج تساقط الشعر والانبات والاطاله. ومعانا شامبو الاطفال، وطبعا ده شامبو مختلف شويه عشان هو خالي من الصلفيت، السيليكون، الصوديوم، البارابين، وكمان فيه بروتين الحليب، واعتقد دي اول تركيبه في مصر حد يعملها يكون الاثنين مع بعض. تبقى فيها الميكس ده خالي من الصلفيت والصوديوم وكمان فيه بروتين الحليب، يعني ما فيش حد عملها في مصر. اكتر حاجه كانت هامه السيدات في الصيف هو كريمات التفتيح والواقي الشمس. ممكن تكلمنا عنه بقى، ايه مميزاته وايه اللي بيميز سموث لاين عن اي كريمات ثانيه؟ طيب بالنسبه للمكونات بتاعتنا عموما في مجموعه البشره في سموث لاين، يعني احنا المنتجات بتاعتنا المكونات اللي فيها طبيعيه 100%. يعني ما نيجي مثلا نشوف على كريم التفتيح نشوف المكونات بتاعته، هنلاقي مثلا الكولاجين اللي هي هيالورونيك اسيد، فيتامين اي، فيتامين سي، خلاصه العرق سوس، التينام دايوكسيد، زيت جنين القمح، مستخلص الشاي الاخضر، مستخلص نبات البابايا. فطبعا الحاجات دي كلها بتتميز انها بتدي نضاره للبشره كويسه، بتدي طبعا نعومه، غير طبعا انها بتساعد طبعا في توحيد لون البشره. لو احنا جينا اتكلمنا كده عن كل منتج باختصار، هنقول مثلا من اهم المكونات اللي فيه زي ما احنا اتكلمنا الكولاجين بيساعد في تجديد خلايا البشره. مين مثلا ست مش بتحب مثلا ان بشرتها تكون نضره، مش بتحب ان بشرتها مثلا تكون طول اليوم كويسه، ان ما يكونش فيها ما تكونش باهته، ما يكونش فيها شحوب. مين برضو فينا ما يحبش ان هو يحط مثلا ماده زي الهيالورونيك اسيد، وخصوصا حضراتكم عارفين انها ماده كويسه جدا للنضاره والترطيب والنعومه بتاع البشره. وبتساعد كمان بالنسبه للناس اللي بيكونوا كبروا في السن شويه، يعني موضوع العلامات التعبيريه والخطوط والكلام ده كله، بيكون المواد دي مفيده معاهم جدا. كمان غير بقى خلاصه العرق سوس، ودي من اهم المواد في التفتيح. انها بتشتغل في توحيد لون البشره، في علاج التصبغات، موضوع البوعي الداكنه، انها كمان بتقلل الاحمرار، التهيج اللي بيحصل على البشره، كمان بتساعد في علاج البصور والندبات والكلام ده كله. فكريم التفتيح بتاعنا هو شامل، يعني انا حاسه ان هي التركيبه كريم التفتيح بتاعنا ده دايما بقول لو واحده مثلا عاوزه ترجع شباب لازم تستخدم كريم التفتيح والنضاره بتاعنا. لو مثلا عروسه مثلا فرحها هيكون قريب وحابه مثلا تستخدم كريم تفتيح، كريم التفتيح بتاعنا برده مش للوجه بس، ده كمان مناسب جدا للمناطق الداخليه، واعتقد معظم الناس بتحب ان يكون في منتج متوفر فيه الحاجتين. صحيح. بتوفر على الاقل فلوس وفي نفس الوقت بيديها قيمه وجوده. يعني قيمه وجوده كويسه بيفرق معاها. ده مثلا من اهم المكونات اللي موجوده في كريم التفتيح، غير برده ان هو كريم مناسب لجميع انواع البشره، مش بيسبب مثلا اي حساسيه. كريم التفتيح لو استخدمتيه من شهر كده لثلاث شهور بتحسي بنضاره عاليه جدا، بتحسي بتفتيح كويس جدا، بتحسي بترطيب عالي جدا. فده بالنسبه لكريم التفتيح. بالنسبه لكريم علاج الهالات بالظبط. كنا لسه احنا الكريم ده مميز ان هو تركيبته برده طبيعيه 100%. من اهم المكونات اللي فيه الكافيين، حضراتكم طبعا عارفين ان الكافيين من الاساسيات عشان علاج اي مشكله، انتفاخات، هالات، الكلام ده كله. عشان كده دايما احنا بنقول اشربي قهوه كتير، لو بتشربي قهوه مش عارف ايه بتدري الهالات كده. ولكن برضو احنا قبل ما نعالج الهالات لازم برضو نشوف الاسباب برضو اللي بتسبب موضوع الانتفاخات والتجاعيد، عشان فعلا ان الكريم يجيب نتيجه مرضيه ونتيجه كويسه جدا لازم برضو نشوف السبب ونعالجه. لان مشكله الهالات مش لازم بس تكون مثلا عند البنات، لا ممكن تحصل برضو عند الشباب. صح. راجل مع اي سيده عادي، فالهالات دي موجوده عند اي حد. طيب الاسباب برضو عشان يعني نحاول نتجنبها باختصار كده، السهر، الاجهاد، القلق، التوتر، لو في مثلا نقص فيتامين معين، الكلام ده كله نحاول ان احنا نعوضه. التدخين، شرب الكحول، الحاجات دي كلها ممكن برضو تؤدي الهالات. عشان برضو نستخدم المنتج ويجيب نتيجه كويسه لازم برضو نشوف الاسباب ايه، نحاول نظبطها وبعد كده ايه نستخدم المنتج. فمن ضمن المزايا ان المنتج المكونات برضو فيه طبيعيه، فيه برضو كولاجين، فيه هيالورونيك، في برضو الكافيين، في فيتامين اي، فيتامين اي من الحاجات اللي كويسه جدا ومضاده للاكسده، في برضو خلاصه العرق سوس من الحاجات اللي بتساعد في التفتيح، بتوحد برضو المنطقه، بتوحد لون المنطقه اللي تحت العين حوالين العين عموما.
غير مكونات تانية طبيعية كتير موجودة في كريم الهالات المنتفخات والتجاعيد حول العين. ثالث منتج عندنا وهو واقي الشمس. احنا معانا بس سهيله. طيب. من المنوفيه بقالها شويه معانا خط. عايزه اقول لكم ان سهيله من متابعين البلوجر الجميله حياه دودو اللي هي معانا النهارده منورانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سهيله صباح الخير. متابعين يوميات حياه دودو. اهلا وسهلا بيكي. قولي لنا بقى يعني قصتك ايه مع سموث لاين؟ لا الصراحه او عشان احنا متابعين استاذه هدى فاي حاجه بتقولها يبقى فاهمه بذكيه، فاول ما هي اول ما هي اذاعت عن منتجات سموث لاين الصراحه يعني انا اشتريتها على طول. كان شعري بنتي هايش وبتساقط وكان مقصر، فاول ما استخدمتهم يومين كده ثلاثه لاحظت الفرق الصراحه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني منتجات جميله والله، بشكر استاذ احمد جدا يعني. واحنا بنشكرك والله، بنشكرك جدا يا سهيل، نورتينا والله. دكتور احمد منتجات جميله جدا، حتى منتج الهالات الصودا جبت كمان منتج تحت العين ده تحفه. جربتي كمان اللي هو الهالات السودا؟ يعني عمل فرق جميل يعني مش زي المنتجات اللي بتتباع في الصيدليه او كده. لا الصراحه منتجات سموث لاين تحفه. اهم حاجه انا بشكرك الاول على المداخله الجميله دي. شكرا جدا سهيلة. اهم حاجه النتيجه كانت بالنسبه لك مرضيه ولا هي كده؟ لا كده راحت عمل مسابقه وفي ناس برضو كسبت برضو، يعني في مسابقه في كل حاجه. طيب احنا بنشكر حضرتك. بنشكر حضرتك. شكرا نورتينا. نرجع تاني بقى. انا كنت اقول له ده طبعا انت الجمهور بتفاعل معاكي كتير، وزي ما هي قالت احنا اول ما بتقول على حاجه تمام احنا خلاص بنمشي وراها، وده يعني ثقه تمام. طيب ايه اكتر حاجه عجبتك بقى في المنتجات وفعلا بدات ان انت اوكي يا جماعه رشحوا دي، غير طبعا الشعر؟ اتكلمتي على الشعر. بصي هو الصراحه ان انا اصلا مجربه فعلا كل المنتجات. طبعا انا اقتناع شديد بالمنتجات، عشان كده طلعت عملت ريفيو وكلمت فعلا عن اقتناعي. طبعا الناس كلها عارفه ان انا فعلا لما بطلع زي ما سهيلة ما قالت ان انا ما بطلعش اقول عن منتج الا لما اكون فعلا جربته. ده برده عشان مصداقيتي مع الناس، لان الناس فعلا بتثق فيا جدا، فما ينفعش نطلع بمنتج وفعلا جالي منتجات جربتها لا ما جابتش نتيجه خالص، ما طلعتش وقلت عنها. طبعا بعكس منتجات دكتور احمد ما شاء الله جابت نتيجه، وكمان لقيت ريفيوهات حلوه جدا، بنات كمان لما طلعت وعملت ريفيو وفعلا طلعوا وشكروني وعملوا لي منشن كتير وقعدوا يشكروني على المنتجات ان انا عرفتهم بمنتجات زي دي. فطبعا انا مجربه كل المنتجات، منتجات البشره، فعشان كده انا بتكلم بثقه عن منتجات البشره ومنتجات الشعر. منتجات البشره انا بستخدمها ليا في الروتين اليومي، منتجات الشعر لبنتي. فعشان كده احنا معانا كل المنتجات. جربتي هنا وجربتي هنا فتمام يعني. انت شهيره بحاجه على الفيسبوك، قولي لنا بقى شهيره بايه؟ والله هو الحقيقه انا فعلا من فتره كده اتفاجئت ان كان في بوست كده مكتوب على بيدج كبيره وبيقولوا اعملوا منشن او قولوا عن اكتر محتوى محترم انتوا بتحبوا تتابعوه. فاتفاجئت لقيت منشن كتير قوي معموله للبيج عندي، وناس كتير قوي داخلين يكتبوا لي محترمه الفيسبوك. فانا الحقيقه فرحت جدا وانبسطت ان طبعا يعني دي ارائهم فيا وان هم فعلا بيقولوا عني كده. فدخلت بصراحه كان عندي فضول اسال، طبعا شكرت البنات وعندي على البيج ونزلت لهم بوست شكر، بس كان عندي فضول اسالهم ليه سمتوني الاسم ده؟ يعني ليه محترمه الفيسبوك؟ فلقيت بنات كتير اجمعت ان انت عندك مصداقيه، عندك ثقه مع الناس، دايما بتتواصلي معانا، لو في اي حد محتاج مساعده بتساعديه، ما بيخرجش منك اي لفظ مثلا خارج، محتوياتك كلها في ثقه كويسه. زي ما سهيله قالت طالما حياه قالت على منتج كويس يبقى لازم نستخدمه. بالظبط. كملي معاكي يا حبيبتي. بس فبصراحه انا كنت فرحانه جدا ومبسوطه طبعا ان دي ارائهم فيا وان دي ثقتهم فيا طبعا ان هم يسموني ويقولوا لي محترمات الفيسبوك. فحقيقي جدا انا بحب اشكرهم ومبسوطه جدا. حقيقي برضه انا عاوز اضيف حاجه في النقطه دي. يعني انا لو اي حد داخل بيشوف برضه صفحه حياه دودو، انت اصلا لما تدخلي كده وتشوفي الكومنتات بتفرحي من كلام الناس عليها. ما شاء الله ربنا يبارك لها، يعني تلاقي ما فيش كومنت الناس بتعاملوا معاها حابين. ما شاء الله ما شاء الله. تحسي كده يعني لا يعني تحسي كده مظاهره او ثوره في حب حياه دودو يعني.
ما شاء الله ربنا يبارك لها. فعلا هي يعني ثقتها والمصداقيه بتاعتها عند ناس عاليه جدا يعني، ما شاء الله ربنا يحفظها. ودي من اهم الحاجات، لان طبعا كتير قوي دلوقتي على السوشيال ميديا سواء بلوجرز او منتجات كمان، وفي الاخر ما بتلاقيش اي مصداقيه. يعني الموضوع بيبقى هدفه اكتر بيع بس، يعني بيع تجاره بس، تجاري يعني. بما ان سهيله بقى اتكلمت عن الشعر وان هي استخدمت منتج شعر، ممكن نتكلم بقى عن شامبو. طيب بالنسبه احنا عندنا طبعا نوعين طبعا من الشامبوهات اللي موجودين حاليا. نبدا بشامبو الاطفال. شامبو الاطفال يعني الطبيعي ان اي ام دلوقتي مثلا لما ربنا بيكرمها مثلا ببيبي، اول حاجه بتدور عليها ايه؟ مجموعه اللي هي شعر الطفل. زي ما هدى عملت كده بدات على طول بشامبو الاطفال. انا مثلا انت حضرتك مثلا محتاجه شامبو مثلا للبيبي، فطبيعي انك بتدخلي وبتدوري وبتشوفي بتستخدميه مثلا مره واثنين وثلاثه لحد ما شامبو مثلا معين بيعجبك مثلا، تمام؟ أيوة. فاحنا فكرنا برضو لما نعمل الشامبو بتاعنا لازم برضو نعمله بطريقه مختلفه، وهي فكره ان دلوقتي احنا لازم نعمل شامبو امن للبيبي تماما، مش بيسبب له دموع، مش بيسبب اي التهابات. وانت برضو بتعمل بتغسله مثلا بالشامبو، يعتبر مثلا كشاور في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بيكون مفيد للطفل كمان، بينعم شعره، ما بيعملش اي مشكله ليه خالص، ولا بيسبب تهيج ولا اي حساسيه لاي مكان في جسمه او حتى عينيه. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل شامبو لازم يكون خالي من الصلفيت والصوديوم والسيليكون والبارابين، وكمان مزودين فيه كمان بروتين الحليب، بحيث يناسب الشعر جدا، بحيث ينعم الشعر جدا. ومش بس كده، كمان ده شامبو كمان يصلح للناس الكبار، يعني الناس اللي بيبقى عندها مشكله برضو، واحده مثلا عندها مشكله شعرها جاف، شعرها هايش، شعرها متقصف، ممكن تستخدم شامبو زي كده امن، بيكون خفيف جدا على الشعر، ما فيهوش فيه اي مشكله خالص، بدل ما تجيب الشامبوات التجاريه وتعمل لها جفاف اكتر او تسبب لها عشان اكتر. فطبعا هو تركيبته برضو مميزه، ان هو في معظمه مثلا زيوت، زيت الارجان، زيت الجوجوبا، في برضو البيوتين، زيت جوز الهند، زيت الزيتون. فما شاء الله هو تركيبه مميزه جدا. عندنا النوع الثاني من الشامبو، شامبو الكافيين، وده اللي الكبار بيستخدموه. ده طبعا بيستخدم بشامبو منظف قوي جدا للشعر، لو في اي التهاب او في اي قشره ولا حاجه، بيساعد برضو ان هو بيزيل الالتهابات والقشره، وخصوصا برضو اصحاب الفروه الدهنيه. اصحاب الفروه الدهنيه بيعانوا كتير، ان ممكن تحس كده مثلا ان هم بيغسلوا شعرهم، تحس ان الافرازات بتزيد اكتر. أيوة، لا احنا مش عاوزين الافرازات تزيد اكتر. حاجه تتحكم فيه وفي نفس الوقت برضو لو في قشره بسيطه كده تحاول تشيرها وتهدي موضوع الالتهابات شويه. الشامبو ده بيستخدم من مرتين في الاسبوع. بيبقى كويس جدا. ده برضو من اهم المكونات اللي فيه الكافيين، وكلنا عارفين طبعا الكافيين من الحاجات الكويسه جدا في علاج تساقط الشعر، ومن الحاجات اللي بتغذي بصيله الشعر. فبتحافظ على صحه الشعر. كمان طبعا في زيوت كتير زي زيت الايمو، زيت الجرجير، زيت الزيتون، في برضو البيوتين. فده شامبو من الشامبوات الكويسه جدا، شامبو الكافيين. طبعا عندنا بقى المنتجات التانية، لوشن سموث لاين لعلاج تساقط الشعر. عايزين نديها وقتها يا دكتور، هنطلع بس ايه لفاصل وهنرجع بقى نكمل بقى المنتجات. هدى احنا بنشكرك جدا، يعني هدى الشهيره بمحترمه الفيسبوك والشهيره طبعا بحياه دودو، نورتينا جدا، نورتينا حبيبي. فاصل سريع ونرجع لكم تاني، شكرا. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دكتور احمد الزيني ومنتجات سموز لاين. نورنا يا دكتور، وانضمت لينا دينا ماهر. ازيك يا دينا، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. احكي لنا طيب عن تجربتك كده مع سموز لاين، وايه رايك، جربتي ايه وايه عجبك، ايه اكتر حاجه عجبتك؟ اول حاجه جربتها كريم الهريد. اول حاجه جربتها كان كريم الهريد، دي بدايه معرفتي بمنتجات سموز لاين. تمام. دكتور احمد بيعمل لايف على طول، اي ناس تدخل تساله اي حد عنده مشكله بعيدا عن المنتجات. ربي المايك صوتي مشتغل. بعيدا عن المنتجات، فانا كنت داخله اساله على حاجه تانية خالص. تمام. بيرد على كل الناس. انا كنت يعني داخله هسال هيرد مش هيرد، رد عليا وجاوبني على كل المشاكل اللي عندي. بعدها سالته على حاجه للهالات، انا كان تحت عيني اسود جدا. جربت حاجات كتير مفيش حاجه نفعت. قال لي طب ما تجربي المنتج بتاعنا شوفي كده. فبقول له لا، يعني انا عارفه موضوع الهالات ده بياخد مده كبيره ومش مفيش منتجات في مصر متوفره لدرجه ان هي تعمل نتيجه. لا يعني مش نضحك على بعض. جربت المنتج شهور. بعد ما جربته قلت لا، المنتج ده لازم يتعمل له ريفيو. اول مره اعمل ريفيو لاي منتج. دخلت ان في حاجه فعلا في مصداقيه مميز. فرق كميته حلوه، سعره كويس، ادى نتيجه. فانا يعني ايه ده، جمع لك كل حاجه انت عايزاها. لا كنت مبهوره بجد بالنتيجه. فدخلت اعمل ريفيو لكريم الهالات، ودي كانت اول مره. يعني
كم الناس اللي دخلت علقت على عليه وبقوا يدخلوا يسالوني انا بصفه شخصيه وارد عليهم كتير جدا لحد دلوقتي. يعني انا عامله ريفيو ده من اكتر من سنه سنه او اكتر، الناس بتدخل تسالني لحد دلوقتي، الناس بتعلق على البوست بتاعي ده لحد دلوقتي. فبعدها بفتره الدكتور احمد قال لي لا انت تشتغلي معانا. اه تعالي بقى خلاص الناس بقت تسالك على طول دايركت على الشغل. سمعت كده العصفوره قالت لي ان السموث لاين السموث لاين فرق معاك جدا في شغلك، قولي لنا بقى. انا ما كنتش بشتغل قبل سموث لاين اصلا. بند الشغل بالنسبه لي ما كانش ينفع. يعني ده بدايه شغل بالنسبه لك؟ اول شغل خالص، اول شغل ورافضه المبدا ان عندي ولاد صغيرين، صعب ان انا اسيبهم، صعب يعني المجالات محدوده ومقفوله شويه. فدكتور احمد لما عرض عليا حتى وقتها انا بقيت اقول له لا مش هعرف، مش هعرف اشتغل، مش هينفع، ما عنديش وقت. قال لي لا جربي فتره ورجعت فكرت اقتنعت، بس كنت حاسه مش هعرف اعمل حاجه. مع دكتور احمد بقى لا الدنيا سهله بجد، مش عشان هو موجود، يعني هو سبورت جدا لاي حد معاه. عايز كل الناس اللي معاه تكبر، هو تيم، اسره سموث لاين، مش شغل. عايز الناس اللي معاه كلها تبين. فلا الشغل معاه حلو جدا، ما انت مش مرتبطه بتارجت معين ولا بوقت معين، ولا هتنزلي وتسيبي بيتك او تسيبي ولادك او هتتعرضي لاي حاجه تضايقك. لا الشغل معاه مريح، تكبري فيه بسرعه. انا ما كنتش متخيله كده، كنت متخيله لقيتي صدى الناس واراء الناس كنت متخيله ناس كتير جربته بقى، يعني ايه هجرب هعرف مش هعرف. ببص لقيته لا ما شاء الله المنتجات اتعرفت لدرجه ان الناس بقت تستنى المنتج اللي هينزل الجديد ايه. تمام. يعني مثلا قبل الصيف الناس كلها كانت مستنيه صن بلوك عشان عارفين انه هيبقى منتج كويس، اللي جرب حاجه عارف انه منتج كويس والسعر هيبقى كويس. فما شاء الله يعني الشغل مع دكتور احمد. نرجع بقى بالنسبه لك علاج وشغل اثنين. نرجع بقى لدكتور احمد، ايه اكتر حاجه بتميز سموث لاين؟ اول حاجه المصداقيه مع الناس، الجوده العاليه جدا، التيم القوي اللي انا شغال معاه، اللي انا بتشرف اللي انا شغال معاه، دي اهم حاجه بالنسبه لي، لان الناس ديت لولاهم ما كناش وصلنا للنجاح اللي احنا وصلنا له ده في الفتره البسيطه دي كلها. غير بقى طبعا الجوده والمكونات الطبيعيه، كلها حاجات طبيعيه مليون في الميه الحمد لله. وده يعني احنا بنعتمد في شغلنا على الحاجه دي، واعتقد اي واحد او اي واحده بيحب دايما ان هو يجرب حاجه طبيعيه، ما بيحبش يجرب اي حاجه غير طبيعيه. الطبيعي طبعا بيكون كويس، مش بيعمل اي التهابات، مش بيعمل اي حساسيه، سهل الاستخدام، فوائده كتير جدا، فالموضوع بيكون مختلف خالص. فده بفضل ربنا، ده اهم المميزات اللي عندنا طبعا مع المكونات الجميله اللي احنا عملناها. والاضافه ليه دينا قالت لنا، والسعر كمان، السعر في متناول طبعا. برضه اللي انا شفته لا يعني القيمه عندنا او مقابل الجوده فسعرها كويس جدا. بالنسبه مقارنه بمنتجات تانية لا بتكون غاليه جدا، وممكن مثلا مش بتجيب نتيجه مع الناس، وده كان بالنسبه لنا الحمد لله عامل نجاح كبير. ده طبعا كان تحدي ان انت تحاول ان انت تمسك الجوده تبقى كويسه وفي نفس الوقت السعر يبقى كويس. اكيد ده ما كانش بسهوله انه يتم. سموث لاين حل المعادله الصعبه بين جوده المنتج وبين التكلفه. نرجع بقى تاني للمنتجات يا دكتور احمد. للمنتجات مثلا احنا لو اتكلمنا نروح مثلا على واقي الشمس. واقي الشمس احنا طبعا كلنا عارفين ان التعرض لاشعه الشمس مش بس بيعمل تسببات ولا بس بيعمل كلف ولا الكلام ده كله، لا ده كمان ممكن يعمل لك ظهور شيخوخه في سن مبكر جدا. كمان ممكن بيسبب حبوب بسبب التعرض المباشر لاشعه الشمس. كمان طبعا زي ما كلنا عارفين ان اشعه الشمس الضاره ممكن تعمل كمان خلايا سرطانيه كمان على الجلد والكلام ده كله. فاحنا عملنا واقي شمس مميز قوي، يعني واقي الشمس ده اول ما نزل عمل بوم كده الحمد لله. يعني كانت فعلا الاقبال عليه جامد جدا بسبب ان هو اول حاجه برضو قيمته عاليه جدا، سعره برضو مناسب جدا للجميع. واقي الشمس بتاعنا مناسب جدا لجميع انواع البشره. واقي الشمس بتاعنا خفيف سريع الامتصاص. المكونات اللي فيه مكونات طبيعيه مليون في الميه. مقاوم طبعا للماء لحمايه اللون اكتر. كمان في مواد تفتيح بتساعد طبعا في تفتيح البشره، بيحمي برضو البشره من التسبغات والكلام ده كله. في برضو من ضمن مكوناته خلاصه بذور القرفه او بذور الشاي الاخضر، والحاجات دي طبعا بتستخدم
كمطهر وقاتل للبكتيريا اللي هي المسببة أصلا للحبوب. للحبوب. غير كده كمان إنها بتحمي البشرة من آثار الحبوب والندبات والحاجات دي كلها. واقي الشمس بتاعنا مختلف شوية. هو مش واقي شمس، هو علاجي كمان يعني. دخل في كذا اتجاه. غير برضو إنه فيه فيتامين A مضاد للأكسدة، وزي ما أنا ذكرت فيه برضو مادة زي الكوجيك أسيد من الحاجات الكويسة جدا في التفتيح. واقي الشمس بتاعنا من أفضل الحاجات اللي نزلت حقيقي في السوق المصري، واقي الشمس اسمه سلايد. تمام. مش عشان هو المنتج بتاعي بس، الـ يعني الفيدباك اللي احنا دايما بنسمعها الحمد لله، اللي بيشتري المنتج مره، لا بيشتري المنتج مره واثنين وثلاثه واربعه. واضح من اراء الناس الحمد لله. يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله. الحمد لله. احنا ما اتكلمناش عن اللوشن يا دكتور. اللوشن بقى اللوشن عاوز حلقات كتير مظلوم معانا. والله اللوشن عاوز حلقات كتير، لان اللوشن فعلا من الحاجات، يعني ما فيش مثلا ست دلوقتي مثلا بتكلمنا او بتدخل تسال على البيج او حتى على الصفحات بتاعتي الا دايما بتعاني من مشكله التساقط او شعر قصير، او حتى للبنات الصغيره. الاطفال البنات في المدارس بتبقى كل ام حابه ان شعر بنتها يطول ويكبر ويبقى كثيف، بحيث تبقى ايه زي زمايلها مثلا في المدرسه وكده. اللوشن بتاعنا مختلف شويه، ان هو برده المكونات فيه طبيعيه، كله زيوت طبيعيه، فيه طبعا مواد زي الكافيين، فيه مواد زي البامبكين اويل اكستراكت، ودي ماده مثلا بتستخدم في حالات الصلع الوراثي وبتستخدم في علاج تساقط الشعر. لوشن اسمه سلاين بيتميز طبعا ان هو فيه زيوت طبيعيه زي زيت الاورجان المغربي، وده زيت طبعا بيبقى كويس جدا لترطيب الشعر، بيساعد في علاج تساقط الشعر، بيحفز نمو الشعرايه. في برضو حاجه زي زيت الجوجوبا، زيت الجوجوبا من الحاجات الكويسه جدا في علاج التساقط، بتمنع ظهور الشيب المبكر. في زيت زي زيت الزيتون بيساعد في اطاله الشعر، في فيتامين بي 5 وفيتامين بي 6، في زي ما احنا قلنا الكافيين، والكافيين من المواد المحفزه جدا للدم عشان يتدفق بسهوله، عشان تساعد في نمو بصيله الشعر. كمان يعتبر من المواد يعني بيعمل تظبيط لهرمون دي اتش تي، وده الهرمون ده طبعا بيعمل تلف لبصيله الشعر. فبالتالي الكافيين كويس جدا ومهم جدا في علاج حالات التساقط. كمان في هيدرولايزد ميلك بروتين، ودي ماده طبعا بتساعد في علاج تساقط الشعر، وكمان بتنعم الشعر. معظم اللوشن اللي موجود عموما او اللي انا بشوفه بينشف الشعر، وخصوصا لو فيه كافيين. احنا الحمد لله اللوشن بتاعنا مش بينشف الشعر، لانه طبعا فيه زيوت طبيعيه زي زيت الاورجان المغربي وزيت الجوجوبا، عشان كده معظم الناس اللي بتستخدم المنتج ده مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. وزي ما احنا قلنا هو يصلح من عمر سنه، ممكن تستخدمه الاطفال من عمر سنه مع اختلاف الجرعات. بالنسبه للناس الكبيره بنستخدمه 6 بخات ل7 بخات صباحا ومساء، او مثلا اللي مش عاوز يستخدمه مرتين في اليوم ممكن نستخدم 14 بخة بالليل مع تدليك خفيف لفروة الراس. فلوشن سموث لاين لو انت فعلا شعرك قصير لازم تستخدميه، لو انت عندك تساقط شعر لازم تستخدميه، لو انت عندك فراغات لازم تستخدميه، لو شعرك خفيف لازم تستخدميه. سموث لاين لوشن علاج تساقط الشعر والانبات فعلا الافضل على الاطلاق. هو فعلا محتاج فعلا يعني واضح ان هو محتاج حلقه لوحده، لان مكوناته كتير جدا ما شاء الله. طبعا دكتور احمد يعني انت نورتنا، الوقت بيعدي معاك بسرعه جدا، ومبسوطين يعني بوجود حضرتك معانا النهارده وبالمنتجات ما شاء الله اللي تشرف دي. يعني براند مصري محترم، كواليتي عالي، سعر كويس، مصداقيه ومتابعه مع العميل، يعني بجد حاجه تشرف. يعني نورتنا جدا يا دكتور النهارده، نورتنا يا دينا، ونشكرك على وجودك معانا. نورتينا حبيبتي، شكرا. ومش عايزه اقول لكم فقراتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقره تانية جميله جدا برضو عن تجميل الاسنان. استنونا، اوعى تروح في اي حته. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا وفقراتنا لسه ما خلصتش. فقرتنا النهارده او دلوقتي عن الاسنان، اسنان وتجميل الاسنان والتركيبات. طبعا مشاكل الاسنان كتير، وزي ما انتم متعودين وبتطلبوا مننا ان دايما يبقى معانا بشكل مستمر افضل دكاتره الاسنان عشان يكلموكوا ويوضحوا لكم كل حاجه خاصه بالاسنان. مين دكتورتنا اللي منورانا النهارده؟ هاجر هي اللي هتعرفها لنا. معانا النهارده دكتوره متميزه جدا في مجالها، هنتكلم النهارده عن تركيبات الاسنان. معانا ومعاكم النهارده الدكتوره آلاء هشام، اخصائي تجميل الاسنان وعلاج الفم بالليزر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ازيكم؟ اهلا بيك يا دكتور، منورانا للمره الثانيه في سحر الهوانم. ربنا يخليكي. اهلا بيكي. الحلقه اللي فاتت كانت حلقه مفيده جدا، واتكلمنا فيها عن حاجات كتير وحاجات ما كناش نتوقع يعني نتوقع عنها حاجه. النهارده حلقتنا عن التركيبات، قولي لنا بقى ايه هي انواع التركيبات؟ بصي، بنتكلم ان التركيبات عامه نوعين كبار، نوع اسمه تركيبات متحركه
ونوع تاني اسمه التركيبات الثابته. تمام. التركيبات المتحركه زي اللي احنا عارفينها، اللي هي يعني طقم السنان من الاخر اللي بنشوفه عند الناس الكبيره في السن في البيت. طقم السنان بتتخلع وترجع تاني تتحط. ده سيمبلي. التركيب الثابت هو من اسمه ثابت، موجود في بقنا، بيحل محل اسنان مفقوده بس. تمام. طيب كنت قلت لنا قبل كده لو حد فقد اسنانه تنصحيه بايه؟ يعني هل يركب على طول ولا يستنى لما سنه تانيه يعني تقع او كده يعني؟ لا، هو مفيش نستنى، هي السنان ما فيهاش نستنى خالص، سواء هي سنان اماميه فهتبان في الابتسامه وهتدمر خالص الشكل، او سنان خلفيه فهتخلي طبعا مؤخرا هيتدمر الشكل بسبب العضلات اللي مبنيه اصلا فوق السنان دي. وفي الاول مش عارف ياكل، مش هيعرف ياكل، فمش هيعرف يهضم، فمش هيعرف يبقى ماشي كويس، يبقى مشاكل بالظبط. كل هي بدايه الاكل هو هنا. لو مش داخل مش ممضوغ خلاص كده بدأنا بقى مشاكل عسر الهضم بقى وبقيت حاجات كتيره خالص. ايوه مظبوط. طيب حضرتك قلتي باختصار او بسهوله قوي الفرق بين المتحرك والثابت. صح. طيب هل المتحرك مثلا ممكن مين يركبه، وهل ليه اضرار ملوش اضرار؟ يعني امتى نركب ده وامتى نركب ده؟ مين ده ومين ده؟ اوكي. الاسنان المتحركه هي مش احسن حاجه. يعني ايه مش احسن حاجه؟ مش احسن خيار ان الانسان يطلع السنان من بقه ويحطها في محلول ويرجع تاني يلبسها لما يبقى عايز ياكل او يتكلم، فدي حاجه مش حلوه. طب امتى بنضطر بقى؟ لو سالت حضرتك امتى اضطر احطها لما يبقى عندي مفيش بديل. يعني مثلا حد عنده سكره عالي جدا لا يسمح بالزراعه. طيب هياكل ازاي؟ مفيش حل قدامي غير ان انا اركب متحرك. طيب حد عنده ما بقاش عنده اسنان يركب عليها، مش احنا قلنا ان في تركيب ثابت؟ التركيب الثابت ده بيركب باختصار برضو بيتعلق على السنان اللي موجوده. طب ما بقاش عندي سنان موجوده هعمل ايه؟ مش معقوله هسيبه ماشي من غير سنان، هركب له متحرك. بيركب المتحرك ده بمشبك شابك في اللي باقي، ودايما في حاجه اسمها الفري اند سادل، يعني اللي ما عنديش سنان بعد كده اخر سنه في القرش، اخر سنه في البق وراها فاضي، فمفيش حاجه علق من الناحيه الثانيه، فبضطر اركب متحرك لو مفيش اوبشن الزراعه. طيب قولي لنا ازاي نعتني بالتركيبات المتحركه؟ اكيد بقى يعني ليها دي محتاجه يعني التركيبات المتحركه من احد عيوبها اللي هو طبعا غير ان هي رخمه، فكره ان انا اشيلها واحطها، ان هي وجودها في البق ممكن يعمل بكتيريا واحتكاكات والتهابات. فعشان زي ما حضرتك قلتي ان انا لازم اعتني بيها، يعني لازم تطلع من بقي دي ما خلاص مش هرميها، لا هنضفها كويس جدا، هحطها في محلول نظيف جدا. ليه؟ لان هي لو طلعت فيها نقطه بكتيريا ورجعتها تاني بتعمل مشكله طبعا، على الالام الرهيبه. لا هي الامها رهيبه، هي بتعمل مشاكل تحتها وخصوصا اللي في سقف الحلق، بتعمل مشاكل والتهابات والام رهيبه، فلازم تتنضف كويس جدا بالفرشه والمعجون كانها سنان بالظبط، وبعد كده نتاكد انها محطوطه في محلول نظيف جدا. هل ليها اضرار ولا لا؟ يعني خلاص خلينا نقول ايه هي التركيبه الثابته باختصار، نعيدها تاني. هي عباره عن يا اما كراون بنسموه طربوش او جسر اللي هو كوبري. تمام. كراون على سنه واحده اتكسرت مثلا، عملنا لها حشو عصب وبقت ضعيفه والدكتور قرر ان هي لازم يتعمل لها طربوش، او اما انا فقدت سنه بين سنتين ومش نافع ان انا ازرع. مفيش حاجه في النص. مش نافع ان انا ازرع، لا هو الخير الاول هو الزراعه. بعد كده نشوف الحلول اللي بعد كده. مش نافع ان انا ازرع بقى ايا كان، المريض مستعجل مش عايز يستنى، المريض مش معاه امكانيه ماديه ان هو يأفورد الزراعه دي، لان الزراعه طبعا اغلى حاجه في التركيبات. وبعدين المريض عنده مثلا، في ناس عندها فوبيا فكره ان انا لا مش هحط حاجه، مش هحط مسمار في بقي. فبنبتدي نلجا لايه؟ للتركيبات الثابته. النوع التركيب الثابت حاجتين يا اما هو مين لي، يعني هو انواع كتيره بس الدارج حاجتين، بورسلين او زيركونيا. في بقى نوبل الويز زي الذهب والفضه والحاجات دي كانوا بيعملوها زمان كتير جدا. طبعا الحاجات دي خلاص اندثرت، بقت مينلي نوعين ميجر اللي هم بنسميهم البورسلين وبعدين الزيركونيا. وفي نوع اكسترا كده بنزوده اسمه الاي ماكس، ده بيبقى حاجه جماليه زياده. تمام. ازاي اعتني بيها؟ السؤال بتاع حضرتك. ازاي اعتني بيها؟ انا محتاجه انضفها كويس قوي زي ما بغسل سناني، وابقى عارف ان دي تركيبه، فدي محتاجه شويه عنايه زياده، ان انا بالفلوس الدنتال فلوس اللي هو خيط الاسنان هبقى همشي بحواليها بالزياده، لان دي تركيبه مش يعني مش الاساسي بتاعي، ربنا خلقها لنا بتتنضف اوتوماتيكلي كده باللسان وبالخد وبالحركه البلع والكلام ده. طب ايه اضرار بقى التركيبات الثابته؟ اضرارها ايه؟ يعني ممكن تعمل ايه؟ بصي، هي التركيب الثابت ملوش ضرر، بس هو مشكلته ان انا عشان اعمله هضطر ان انا ابرد سن سليم. يعني ايه؟ يعني انا هاجي ابرد اصغر سن سليم عشان يتعلق عليه
الكوبري ده، ما هو الكوبري ده هعلقه من هنا ومن هنا على ايه؟ مع على اسنان سليمه. فانا هضطر ابوظ، بالنسبه لي اسمه ابوظ سن سليم، بس هو ما اسموش في العلم كده، هو اسمه ان انا هضطر اكل شويه طبقه من السن اللي جنبه هنا واللي جنبه هنا علشان انقذ الموقف واعمل سنه بديله. الافضل بالنسبه لك الزراعه صح؟ الافضل على الاطلاق هو الزراعه، الافضل على الاطلاق في حلول السنان البديله هو الزراعه. بعدين نخش التركيب ثابت واخر حاجه تركيب المتحرك. طيب خلينا في الثابت شويه اللي هو الوسط ما بين الزراعه وما بين المتحرك. طيب الثابت حضرتك قلتي فيه انواع زي الزركونيوم والبورسلين، ايه الفرق بينهم ومين افضلهم؟ طيب الزركونيوم هو الافضل وهو الاحدث، البورسلين هو مشكلته الوحيده ان هو ما بيتحطش لوحده كده، لانه لوحده كده مش هيعرف يعوض لي سنه امام سوري خلفيه مثلا. ايه الفرق؟ الخلفي هيقع عليها عضه كبيره جدا، دي الضروس الطواحن اللي انا همضغ عليها الاكل. لكن الامامي ده انا يا دوب هقطم بس تمام، فانا قوه العضه اللي نازله على السنه الاماميه مش زي خالص اللي نازله على الضرس اللي ورا. فالبورسلين عشان اعمله ورا بضطر بعمله فيوز تو ميتال، يعني جواه معدن، فبيبقى اسمه بي اف ام بورسلين فيوز تو ميتال، فبيبقى بلكي شويه لونه، يعني لونه اللون بتاعه مش مدي اللون الطبيعي عشان في طبقات سيلفر بقى شويه سيلفر وتحتيه سيلفر، فهو ثلاث طبقات فوق بعض مدكوكين في بعض ومحطوطين في السنه، فبيبقاش شكله ايثاتيكالي يعني في المظهر احسن حاجه، لا بيبقى الاحلى بقى ايه؟ الزركونيوم. الزركونيوم بقى له تكنيكس رهيبه عشان يطلع سنه تيبيكال شبه السنه الحقيقيه، وهو قوي في نفس الوقت، فاقدر ان انا استخدمه خلفي وشكله حلو فاقدر استخدمه امامي كده. هل تركيبات الاسنان بقى بتعمل حساسيه؟ في ناس كتير قوي بتخاف ان هي تكون بتسبب حساسيه الاسنان. لا اطلاقا ما بتعملش حساسيه في المتحرك، بس بتعمل التهاب لو ما تمش الاعتناء بيها او كانت نظافه البق مش كويسه، يعني هذا الشخص ما بيغسلش اسنانه اللي موجوده، هذا الشخص بس بيغسل يعني يا دوب بيطلع الطقم ده يحط شويه ميه، مش مهتم هي كانت نظفت امتى الميه دي ويرجع يحطها تاني في بقه، فهنا في التهابات وفي الام رهيبه. اما الثابته مشكلتها الوحيده الحساسيه اللي هتعملها لما اجي ابرد السن، الفتره بتاعت ما بين ما هبرد السنه دي واحضرها وما بين اودي المعمل المقاسات ويرجع لي بالتركيبه، الفتره دي الفترة لو هو مش حاطط لو الدكتور ما حطلوش تركيبه مؤقته تحميله السن ده هيحس بالام رهيبه، هي حساسيه اسنان. ايوه. طب امتى مثلا لو انا طفل هضطر ان انا اعمل له تركيبه اماميه؟ يعني هل انا ممكن اضطر مع طفل لكده ولا ممكن؟ طبعا ممكن طبعا، بتيجي كتير جدا، بتيجي كتير جدا جدا العياده، بس ده للاسف يعني في الاطفال اقل من 5 سنين ما بتتعملوش وهو صاحي، بنروح بيه مستشفى نعملها له وهو نايم. ليه؟ لان هي بتبقى عباره عن تسوس رضاع، رامبنت كيريس، تسوس رضاع كل سنانه اللي فوق مكان ما بيعمل ساكلينج بيردع الببلونه، وطول ما هو نايم السكر اللي في اللبن ده واللبن نفسه مسكر اثر عليه، يعني حتى لو الام مش حاطه له عصير او كده هي اللبن نفسه مسكر عمال شغال دمر له السنان اللي فوق كلها واللي بينزل عليهم والباقيين طواحن اللي تحت، يعني طواحن اللي تحت والسنان اللي فوق دول غالبا دول اللي بيتاثروا، وده حالات كتيره جدا بتجي العياده من نفس المنظر ده. اسود كله، كل اللي فوق عباره عن اسود. ايوه واللي تحت بقى ده قدام زي الفل ورا كله اسود، فده من التسوس، وبضطر ساعتها ان انا اركب له تركيبات، هعمل له حشو عصب، هركب له دعامه، وبعدها على طول هركب له تركيب، ودايما بيبقى بنختار برده في الاطفال التركيبات الزركونيوم. في امهات كتير بقى بخصوص الموضوع ده، لما بتلاقي سنه وقعت للطفل حادثه او هو وقع والسنه اتكسرت او السنه اتخلعت، تقول لك دي سنه لبنيه هيطلع بعديها سنه، انا مش هعمل له تركيبه او مش هعمل له حشوه، ما بتهتمش بقى بحيث ان الاسنان هتتغير، ممكن تقولي لها ايه او تنصحيها بايه او ده عادي ولا لا؟ لا مش عادي خالص، دي كارثه. ليه بقى؟ لان السن لو طفل وقع على اسنانه اللبنيه، خلينا نقول ان دي اللبني، لو هي سنه لبنيه يبقى معناها ان هو اتعور في السنه دي. طب السنه دي هي موجوده في نفسها كده في العظم؟ لا، السنه دي تحتها البند اللي شايله السنه الدايما اللي هتطلع، فده هيبقى يتورث عليه حاجتين، يا اما عمل انجري يعني عور السنه اللي تحتيه فحصل فيها مشكله كبيره وهنشوفها لما تطلع، او ان هو عور البط دي نفسها او طلعت مع البط دي نفسها لما اتخبطت بالتروما دي او الخبطه دي او الوقعه دي على الارض، وقعت مش بس السنه دي وقعت معاه، وقعت معاه البط دايما، فما بقاش عنده سنه دايما خلاص مش هتطلع خالص تمام.
فيا اما يبقى احنا في المشكلتين يبقى عندنا مشكله، او عمل ايه بقى كمان ممكن وهو واقع الوقعه دي زق البط دي جوه فحصل لها امباكشن، يعني مش هتطلع خالص ما طلعتش وقعت هي موجوده في العظم بس مش هتطلع، مش هتطلع خلاص امباكتد جوه اتقفل جوه. اعرف المعلومات دي فدي كارثه. دي كارثه ان انا الطفل يقع يتعور سنانه نجري جري على الدكتور، مفيش حاجه اسمها ان لا اسيبه دي سنه لبنيه دي سنه هيطلع كتير فعلا بيقولوا لا كده كده هيطلع اسنانه لوحدها. عايزه اقول لك دول بقى انا بستلمهم بقى في مرحله التقويم، دول انا بستلمهم في التقويم بقى متدمرين نفسيا بسبب ان هو عنده سنه في نص بقه مش موجوده في سنانه عوده فسنانه راكبه على بعض، حاجه بقى بتبقى صعبه جدا. ايوه تكلمينا بقى عن طربوش الاسنان، ايه هو؟ في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه طربوش اصلا. طيب انا لسه كنت قايله لكم الطربوش ده هو نوع من انواع التركيبات الثابته تمام. بنستخدمه دايما في الامامي، نقول عليه نحط له طربوش اي ماكس، ولكنه هو الاعلى سعرا. الاعلى سعرا عشان هو الماتيريال اللي مستخدمه فيه اعلى حاجه واحدث حاجه، وبنقول دايما ان هو بيبقى شبه السنه الحقيقيه بالظبط، يعني لدرجه ان في بعض الدكاتره ما يعرفوهوش وانت بتتكلموا مش عارف ان هو حاطط تركيب من كتر ما هو تيبيكال اسنانه. ولو اتاخد يعني اتاخد من الدكتور بشيد صح، يعني شيد يعني لون السنان، الاسنان ليها شيدز معينه كده من فوق ومن تحت ومن النص ومش عارفه ايه، لو اتاخد الشيد ده صح راح للمعمل اترجم صح وراح للمعمل صح وطلع المعمل كان شاطر لدرجه انه يطلع نفس الكود اللي ادهوله الدكتور، مستحيل هيعرف حد يفرقه. فده الاي ماكس هو ده الطربوش. وبنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في حاجات كتيره جدا جدا، منها ابسط حاجه ودايما كل الناس تعملها يقول لك انا عملت حشو عصب بفاضل لي بس الطربوش. ايه الطربوش ده؟ عشان اغطي السن اللي هو حشو عصب عشان ما يعرضوش للكسر، لان هو خلاص ما بقاش واصل له تغذيه من العظم، طالما حشى القناه العصبيه ما بقاش واصل له تغذيه من العظم، فبقى جسم ضعيف مش ما يوصلوش غذاء. في اغلب الاحوال لو اللي باقي منه حاجه قليله الدكتور لازم يقول اعمله طربوش. ايوه تمام. خلينا نتكلم عن الهوليود سماير والفينيرز، ايه رايك نقلنا شويه النقله؟ مفيش مشكله. طيب الفينير هو وحده بناء الهوليود سمايل. يعني ايه الفينير؟ يعني القشور السنيه، قشره اللي بتعمل السنه. يعني ايه بتعمل السنه؟ يعني انا عندي الاسنان مكونه هي بالكي كده ليها حاجه ظاهريه بنسميه الفيشيال سايد، والناحيه الثانيه بنسموها الباليتال او اللينجوال سايد. تمام. الحته دي اللي هو لما اجي ابتسم انا عايزه اشوف الحته اللي قدام بس اللي هي الفيشيال سايد. فاحنا العلماء اخترعوا حاجه نجمل بيها الشكل الامامي ده من غير ما ابرد السنه كلها، زي ما قلت حضرتك الاول ان في عيوب للتركيبه الثابته ان انا حبرد السنه. طب قعد العلماء يبحثوا ان انا ازاي اجمل شكل السنه دي بدون ما ابرد السنه كلها واصغر حجمها اللي هي اللي كانت الديس ادفانتج بتاعه التركيبات الثابته، ما عملش ضرر للسنه. ايوه بالظبط. فلقوا ان انا ممكن اوصل لسمك 0.3 ملم، يعني 0.3 ملم من بس اشيلهم من السنه وابقى جاهز ان انا اغير شكل السنه تماما، اقفل مسافات مفتوحه بين الاسنان وهذا الشخص مش عايز يعمل تقويم، اظبط شكل اسنان خلاص اتدمرت خالص خالص من السجاير ومن التدخين والباد هابتس، فانا مضطر دلوقتي ان انا اغير شكلها بس مش نافع خلاص معاها تبييض، فهدخل اعمل لها فينير. عايز ولا عندي ده ولا ده خالص، عايز بس شكل عندي عايز شكلي حلو واسنان بيضة خالص، دي اللي سموها الهوليوود سمايل. ليه هم سموها هوليوود؟ عشان لما يبتسم دايما الممثلين اللي اسنانهم بيضة جامد جدا فهم سموها الهوليوود عشان كده. في ناس كتير بتبقى عايزه تعرف هو انا هحط ايه في بقي، طب الحاجه دي مصنوعه من ايه او معموله ازاي او ايه الماده اللي مصنوعه منها؟ الهوليود سمايل بقى يعني مصنوعه من ايه؟ مصنوعه غالبا هي احنا بنسميها دايما هوليود سمايل، اللي انا بتكلم عليها اللي انا قصدي عليها اللي احنا بنصلح بيها الاشكال دي بتبقى غالبا معموله من الاي ماكس اللي هو اغلى حاجه، اللي هو اعلى حاجه نزلت. ولكن ساعات لما فاينانشالي بقى فيه انا هذا البيشنت عايز يعمل حاجه حلوه بس مش عايز ادفع فلوس كتير قوي قوي قوي، ايوه يبقى هنزل شويه واقول له طب انت ممكن تعملها بس الترانسلوسنسي يعني مرور الضوء للسنه مش هيبقى شبه السنان الطبيعيه، وهعرفه اقول له ده مش هيبقى شبه السنان الطبيعيه، هيبان انك عامل حاجه في بقك بس دي هننزل تبقى زيركونيوم، لان الزيركونيوم هو ما بيشفش، يعني ما بيشفش اللي وراه خالص ما بيعديش الضوء، هيبقى شكله جميل جدا وحرسم السنه تحفه بس باين إن انها مش طبيعي. بتبقى تحفه بتبقى جميله جدا جدا بس ما بتبقاش طبيعيه، بيبقى باينه جدا ان ده مركب هوليوود سمايل. يعني اعلى حاجه في التكلفه بقول لنا ايه؟ الاعلى حاجه بعد الاي ماكس، يجي بعدها الزيركونيوم، بورسلين،
وبعد كده الميتال بقى اللي ده غالبا اندثر دلوقتي، ما بقاش بيعمل، في حد بيعمل، ما بقاش كان زمان فعلا كان منتشر قوي وكان الناس بتتباهى. انا عارفه ايوه كان حاجه عامل سنه فضه عامل سنه ذهب، دلوقتي ظهر بقى حاجات ثانيه بقى مع ان ده اغلى على فكره المعادن، اكيد الذهب اغلى من الذهب. ايوه بس بيدي شكل مختلف، شكل مش حلو خالص. دلوقتي التوجه في العالم كله للجمال، وازاي يبقى جميل وازاي يبقى شكلي احلى وكده، او زي ما نور قالت يكون شكل طبيعي اكتر. زي الثقافه دلوقتي بقت كل ما طبيعيه كل ما بقت احلى. بالظبط ايوه زي ما حضرتك قلتي، لو المعمل شاطر وادى نفس اللون بتاع السنه بيبان ان التركيبه طبيعيه بالزبط. جدا. طيب قولي لنا بقى ازاي نقدر نحافظ على الفينيرز والهوليود سمايل؟ التنظيف، النظافه النظافه النظافه، الاورال هايجين اللي هو صحه الفم، دي اهم حاجه. فرشه والمعجون اخر. انا دايما بسال السؤال ده في العياده، ازاي انظف، ازاي اعمل، طب ازاي دكتور مثلا نتيجه التبييض تفضل زي ما هي؟ فرشه ومعجون. ازاي اللثه ما تنزفش؟ فرشه ومعجون. فرشه ومعجون هم اساس صحه الفم، فرشه ومعجون. انا لا عايز المضمضه اللي مش عارفه بكام، ولا عايز اللي مش عارفه ايه لو حطيته يخلي ريحه بقي. انا كل اللي انا عايزاه فرشه كويسه ومعجون وبس. يعني نعملها معامله الاسنان الطبيعيه. بس في حاجات بقى بريكوشنز كده الدكتور بيقول مثلا ممنوع ممنوع تاكل مثلا لب. كنت لسه اسالك في بقى اكلات او حاجات معينه ممنوع. ممنوع تماما لان دي ملزوقه وملزوقه على سايد واحد. إيه يعني انا لو جيت عملت كده حطيت عليها فورس معينه كده ايه اللي هيحصل؟ حلاوه المولد بقى ممنوع كل ده، كل حاجه بتمط او بتشد او بتكسر او الكلام ده كل ده بيتمنع خالص من الممنوعات بقى. يس منع تماما. اللي حاطط فينير، اللي حاطط تركيبات لا ممكن نقول له لا عادي ممكن تاكل مفيش مشكله، لان هي التركيبه محاوطه السن من كل اتجاه. لكن الفينير لا، الفينير ده بس قشره منظر بس كده، ما اقدرش ان انا اضغط عليها جامد قوي كده. طب لو هو اعتنى بيها وما بقاش ياكل، هل بيبقى ليها زي اكسباير او عمر افتراضي الفينيرز ولا بتبقى مكمله معاه؟ لا هو ما بقاش ياكل ده كده مش هينفع، هو لازم يفضل ياكل. لا هو ما بقاش ياكل ما بقاش ياكل الحاجات الممنوعه. لو بقاش ياكل الحاجات البوظه هتفضل معاه ليها عمر. ليها عمر. احنا نقول له دي معاك من 7 سنين ل 15 سنه تمام. هو اصلا اللي راح يعمل هوليوود سمايل ده هو عايز يفرح بيها شويه هو مش هيبقى عايزه طول الوقت ماشي يعمل كده ينور سنانه. هو هي بعد كده هتقع؟ لا مش هتقع ابدا. ولكن لونها اكيد مع الاكل والتراكمات الاكل، وهي هي عباره في الاخر عن تيشو، فبيدخل بينه بين نسيجه اكيد اكيد حاجات مايكروسكوبيه بتغير لونه للاغمق. ممكن يتنظف، ممكن يتفتح في العياده، ممكن كل ده ممكن. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على الوقت الطبيعي اللي اشوف فيه النتيجه زي ما هي. الطبيعي ان انا طول ما انا ركبت التركيبه بتاعت هوليوود سمايل او عملت في فينير في بقي اشوفه من 7 ل 15 سنه زي الفل، ما فيهوش فيه اي مشكله خالص خالص تمام. وانا متبع التعليمات، بنظف بقي كويس جدا، بغسل سناني فرشه ومعجون، ما شوفش فيه اي مشكله. طب هل هو لو ركب فينيرز او عمل هوليوود سمايل هل بقى بعد كده بيحتاج كل شويه يجي العياده مثلا يشوف تطمني على حاجه؟ لو هو حس ان هو مثلا عمل اكل حاجه من اللي انا قلت عليها حس ان في حاجه غلط وان هو ضغط على سنه معينه، الافضل ان هو يفولو يعني يجي عند الدكتور، يروح للدكتور ويقول له تعالى لو سمحت دكتور مثلا شوف لي دي عشان انا اكلت كذا وشاكك. لان هو لو في موقف بشع جدا بقى لما يبقى هو قدام حد او بياكل مثلا قاعدين في اكله وبياكل طبعا وحصل حاجه لا يعني هو عمل حاجه غلط ومن زمان كانت فكه كان المفروض يروح للدكتور وما راحش وتلاقيه القشره دي وقعت، المنظر بيبقى رهيب. هو اصلا محبط ليه جدا وبيبقى موقف محرج يعني جدا. محرج جدا. هو ممكن في عزومه او حاجه الطربوش اللي هو ملزوق على بعد الحشو العصب ممكن الطربوش ده يقع؟ طبعا ممكن يقع لو ملزوق بلزق مؤقت. لو لزق دايم، في نوعين من اللزق على فكره، في لزق مؤقت وفي لزق دايم. يعني مثلا الناس اللي بتعمل زراعه، الزراعه ليها انواع كتيره من الطرابيش، ومنها ان انا الزقها تبقى ملزوقه سيمنتد، ملزوق على الزراعه، الطربوش ملزوق على الزراعه تمام. ما ينفعش في اغلب الاحوال ان انا في اغلب الاحوال طبعا في ناس بينفع معايا، بس في اغلب الاحوال ما ينفعش ان انا الزقه له بلزق دايم عشان انا لسه بفوله بالزراعه دي. محتاجه ان انا اشيل وابص واشوف تحتيها وهكذا. فانا دايما ما بلزقش الطربوش على الزراعه بشكل دايم غير لما خلاص انا متاكد ان الزرعه دي تمام ان يو كان جو، خلاص مش محتاجه ان انا اشوفك تاني قريب. ممكن اشوفك طبعا لو اشتكيت في اي شكوى على المدى البعيد، لكن مش قريب، مش عايزاك حالا. في ساعتها هقول له خلاص انا ممكن الزق لك بلزق دائم. لكن في العادي في لزق مؤقت وممكن يقع وممكن يدوب، لان اللزق المؤقت ده بيدوب، عشان كده هو مؤقت
اقدر اشيله عادي خالص. متابعين سحر الهوانم لما عرفوا ان احنا عندنا فقره عن الاسنان ومعانا دكتور الاء، في ام وصتني ان انا اسالك سؤال بقى. اتفضلي. ابنها عنده مشكله في الاسنان، هي خرجت لبره شويه، غالبا كان بيمص الصنب بتاعه او كده. هل يعني هو لسه يعني ما بدلش الاسنان كلها، ينفع يعمل تقويم من دلوقتي؟ لا، هو بدل اسنان اماميه يعني فقط. التقويم هيبقى بعد التجديد. يعني هو بدل اوريدي اسنان اماميه، انما لسه بعد اسنان نتدخل. لا، ده الفتره اللي احنا بنبتدي نتدخل فيها اسمها الميكس دنتيشن. يعني انا عندي عمر كام بقى وعندي ده؟ والله على حسب، بس هنقول من 8 ل 9 سنين. من 8 ل 9 سنين ده بنبتدي تتدخل، بعد كده اسمه ليت. انا داخله، انا داخله على الوضع اللي انا شفته. يعني طب ايه كان دايما بسال بقى السؤال ده في العياده، يا دكتور كان المفروض اجي من امتى؟ كان المفروض تجي من اول ما بدل عشان الدكتور يبص على اسنانه. انا شايفه دلوقتي ان في، انا دلوقتي جات لي بقى، انت جات لي وانت 13 سنه مثلا، تقول لي خلاص احنا على الوضع بقى زي ما اسنانه ما تعدلتش واحنا محتاجين نروح لدكتور. طب انت كنت فين من بدري؟ انت كنت فين يا ام من بدري؟ طب ما انت شايفه ان اسنانه فيها مشكله. في الوضع في حاجه اسمها الاجلي داكلينج ستيج، دي حاجه بتمر بيها كل الاطفال. اسنان شكلها غريبه وكبيره، مش قد فكه، مش قد بعضها، ده كتير جدا. بس لو انا لقيت ان الموضوع اكبر من اللازم، انا ده كدكتور سنان مش كام. الام مش هتعرف. دكتور السنان له قياسات معينه، احنا لينا قياسات لسبيسز معينه بتبقى موجوده في سنان الاطفال اللي هي ديسيدوس تيث، مش بتبقى عشان ربنا خلق السبيسز دي عشان تغطي فرق الحجم بين السن ده والسن ده. طب انا لو لقيت اصلا بعناية كدكتور سنان مثلا على سبيل المثال ان اسنانه اللبنيه اللي هي ديسيدوس تيث اصلا فيها كراودنج او زحمه او راكبه في بعض او اقل من الارش، ده مليون في الميه يحتاج تقويم. مليون في المية اسنانه مهما الارش كبر، ما هو هيكبر طبعا، ما هو ربنا هيخلق ان الفك ده يكبر، هيفضل يكبر عشان يستوعب الاسنان. بس بالنظره كده وبالخبره وبالحسابات وبالعلم نعرف ان ده مش هيكفي السنان اللي هتطلع، وهتلاقي الام نفسها ملاحظه ان حجم السنه دي مش واخد انه يطلع يدق السنه اللي قدامه. يعني في حاجه معوجه، في طلعت وراه، مش طالعه، مش زقت السنه ولخلخت زينا واحنا صغيرين السنه تلخلخ وتقع. لا، السنه طلعت وراه ملهاش مكان. ايوه ملهاش مكان، فما راح زقه اللي هي لازم تطلع، راح تزقه وطلعه وراه، وهكذا هتلاقي سقه وطلعه وراه وزقه وطلعه وراه، منظر هيبقى مش حلو خالص. في تزاحم قصدك في الاسنان؟ ايوه، في زحمه، كراودنج نسميها كراودنج، تزاحم في الاسنان. فالافضل ان كل ام لما تلاحظ مشكله في اسنان ابنها ما تستناش ل 13 و14 سنه، لا ممكن من 8 سنين انها تعمله تقويم. 8 9 سنين بالكثير خالص، نروح للدكتور نساله الراجل ايه، والله البيبي ده او البنوته دي محتاجه تقويم ولا مش محتاجه تقويم؟ الدكتور قال مش محتاجه تقويم، انا عملت اللي عليا. الدكتور قال لا، محتاجين نتدخل، مش لازم تقويم. على فكره اللي هو البريسز اللي بنشوفها بنتحط دي، في حاجات كتيره ابلينسز ممكن نحطها ونشيلها والطفل يلبسها ويشيلها وهكذا. في حاجات كتير خالص قبل ما نحط البريسز دي، بس التدخل بيبقى من الدكتور. يعني الام تروح تعمل اللي عليها، تروح للدكتور والدكتور يقول يا ينفع له او يا ما ينفعلوش. دكتور علاء انتي نورتينا طبعا النهارده، والحلقه كان فيها معلومات فعلا كتيره ومختلفه، يعني نورتينا، وان شاء الله كده مع بعض في حلقات كتير، وكل مره بقى موضوع مختلف باذن الله. نورتينا يا دكتور. حبيبتي نورتينا. مشاهدين سحر الهوانم استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله، عندنا فقرات كتير، استنونا. السلام عليكم، استنونا الحلقه الجايه. السلام عليكم.